صباح الخير مشاهدين ام تي في وين ما كنتوا، ان شاء الله يكون اسبوع مبارك عليكم. اليوم مثل ما تعودنا نحن عم نعمل مقابلتنا الزغطوره مع سامي زمار اللي هو عم يعمل ريجيم وعم ياخذ بوكسز من عنا من بيري لايت، وبدنا نشوف هلا تطورات هالريجيم وقديش ضعفان سامي وقديش هالشيء عم يكون مريحه اما لا. ولكن قبل ما انا بلش حلقتي بحب اذكركم بمسابقتنا، مسابقه بيري لايت اللي هي موجوده على الفيسبوك تبع الام تي في. والسؤال كان هيدا الاسبوع عندنا اثنين، كان نوعين من الاكل، نوع اللي هو التشيكن ماسالا والنوع الثاني اللي هو الباستا مارينارا، والسؤال اي واحد من هول البليتس فيه كالوريز اكثر؟ بليز كثفوا هون الاجوبتكم حتى حدا فيكم يربح، واكيد الجواب رح تتلقوا بكره مع مسابقه جديده. بحب رحب بسامي. بونجور سامي. بونجور، كيفك اليوم؟ ماشي الحال الحمد لله. اول سؤال بدي اسالك اياه قبل ما نبلش نفرجي صور ونحكي على وزنك وقديش صرت ضعفان، كيف شعورك بهيدا الرجيم؟ خبرنا شوي. شعور كثير حلو، يعني قد ايه كنت حب اكل هلا صار بدي اضعف اسرع. حاسس حالك، حاسس انت شكليا انك ضعفان ولا هيك؟ ايه اكيد. حاسس حالك خفيف؟ اكيد 5 كيلو شكليا وخفيف ونفسيا احسن. طبعا العالم عم تنتبه لهيدا التغيير. مين ما يشوفني، مين ما يشوفني 5 كيلو. اقولك هالشيء بيساعدك، يعني اذا حدا هو لانه الاشخاص عم تقول لك ضعفان بتحس حالك محمس اكثر؟ ايه اكيد اكيد، بصير تتحمسي على الضعف اكثر، بصير بدك كل شيء اسرع كمان. مزبوط. انا على كل حال اليوم انتبهت انه مش بس جسمك ضعفان هيك، حتى وجهك يعني من ميلة رقبتك ووجهك كمان صار انعم. مزبوط. طبعا هيدا شيء مش بس نحن عم نحكي صحيا قديش هو منيح، بس كمان كرمالك كرمال شكليا، وانت سامي بعمر صغير منيح انه ما يكون عندك هالوزن الكثير زايد. رح نفرجي شوي المشاهدين، نحن بالكلينك كيف رجعنا زلنا حالنا، عندنا هون كم صوره، هون عم تطلع انت على الميزان، عم حضر لك انا كل الاشياء اللي بدنا نعرفها، وهون بلشنا نشوف وهيدا مقارنه بكيف كان الويست تو هيب ريشيو، يعني منطقه كرشك كبيره، كيف هلا بلشت تصغر. انا حاطه ايدي على البطن لحتى فرجي قديش هيدي البطن عم تصير اصغر واصغر. هلا سامي كمان بالوزن انا بحب فرجي مقارنه، انه انت اول ما بلشت كنت قديش 86.5؟ مزبوط مزبوط. بعد اسبوعين بوقتها مريت على الكلينيك لعندي كنت 82.4. سو نحن التارجت اللي انت كنت موعود فيه وانت واعدني فيه بنفس الوقت هو 6 كيلو بالشهر، نحن باسبوعين صرنا 4 كيلو، هيئتك رح تربحني وانا ماني زعلانه ابدا. اكيد ما حدا بيزعل. طبعا بنلاقي كمان الدهنيات كانوا 22.2 صاروا 18.4، فهو الدهن اللي عم ينزل عندك، وميله الخصر اللي نحن كانت زعجتنا الويست تو هيب ريشيو كانت 0.96، هلا 0.93. فإذا كل شيء عم يتحسن عنا، ومثل ما قلت أنت هالشي حمسك لأنه أكثر وأكثر. أكيد أكيد، حتى باللبس يعني كثير أهين، صار كل شيء هين وتحس حالك نفسيا مرتاحة. كثير منيح سامي. هذيك مرة حكينا عن أهمية الترويقة وكيف أنت بلشت تفوت هيدا البروجرام، لأنه انتبه نحن بدنا نخلص من هون وسامي بده يخلص من البوكسز اللي هو عم ياخذها، يكون ضعفان الشيء اللي بده يضعفه، ولكن بده يكون متعلم كمان كيف يحافظ على هيدا الوزن اللي خسره. فنحن حكينا عن الترويقة وأنت قلت لي إنه ترويقتك ما بتكون بكير، عم تتعوق، بس أنت بلشت تاخذ ترويقة. هلا اليوم خبرنا شوي عن السناك اللي انت ما كنت معود، يعني انت ما كنت معود بعد الظهر تكون عم تلقمش، مشان هيك وقعاتك كانوا يكونوا كثير كبار. مزبوط. خبرنا شوي على وقعات بعد الظهر. هو الديسير عم بيكون بعد الظهر، يعني بين الغداء والعشاء، فانا الغداء عم بيكون تقريبا الساعة 3. نعم. فالديسير عم بياخذوا الساعة 4 5. اوكي. اول شيء غير انه كثير طيب الديسير، عم بي شوي ساعدني كرمال العشاء ما احس بالجوع، انه بيوصل العشاء ما بتحس كثير جوعان. لا هلا انا هون عندي سؤالين سامي، مره سالتك وعلى قضيه الدسير، وهيدا سؤال بساله للكل، هل بتحبوا تاكلوا دسير؟ هل انتم بتلاقمشوا حلو؟ في ناس بيقولوا لي ما فينا نعيش بلا الحلو، وفي ناس بيقولوا لي نحن ما كثير بيعني لنا. هلا انت من الاشخاص اللي ما كان كثير الحلو يعني لك، ولكن وقتها كان حدا يضيفك بسكت، وقتها كان حدا يضيفك شوكولا، هل كنت تاخذ؟ ايه اكيد باكل، يعني اوقات بيمرق نهار واحد تاكلي
شوكولا مثلا بيطلع على بالك يعني. اوكي ايه بس كل شيء موجود باكل. اوكي هذه المشكله. سو انت مش انه ما كنت تاخذ دسير اوقات تفلت عليهم واوقات يمرق منهم موجودين ما تاكلوا. هلا بتحس انه بوجود البوكس شو ساعدك هالشيء؟ الدسير صار كانه وقعه. اوكي مع انه ما عم تاذيني ولا في عم تفوت لي كالوريز كثير على جسمي بس عم تاخر لي العشاء، عم تخليه يوصل العشاء ماني كثير جعان. وخصوص الكنافة لا الكنافة ترويقة الكنافة ترويقة البراونيز هول من الأشياء اللي أنت يعني أو قلت لي في أشياء بالدسير لفتوا لك نظرك وحبيتهم في شوكولا عليها حلاوة. أوكي لا لحظة هيدا دبس هو كيك معمول بدبس وعليه حلاوة بس هاي الملاحظة اللي قلت لي إياها مهضومة لأنه كل العالم بفكروا شوكولا من لونه طيب. مظبوط ومن طعمته إيه مظبوط مبين كأنه شوكولا 100% وكمان في الكوكيز والبراونيز. خليني كمان فرج شوي المشاهدين كم صورة للدسير اللي أنت مرقوا عندك ورح يمرقوا خلال هالأسبوعين القادمين. سو عنا صورة هون عسما الليجي، عندي صورة هون للتارت، عندي صورة للشوكولات كيك، صورة للبراونيز، عندي كمان صورة للتيراميسو، عندي صورة لهيدا اللي أنت كتير بتحبه كتير عالم بتحبه كيك بدبس وفوقه حلاوة. طبعاً هول كلهم كيك لايت. هيدا جينجر كيك. هول الكوكيز اللي حكيتني عنهم. ورح فرجي بعد صورة للأبل كرامبل كمان. هلأ في أنواع كتير من الكيكس بس حبيت فرجي أنا هالكم صورة لنفرجي أنه بالفعل الكيك في يكون شغلة طيبة شغلة لايت فينا ناخدها. كل أنواع الكيكس اللي عم تاخدهم أنت سامي ما فيهم أكتر من 150 وحدة حرارية فكمان واحد أخذ سناك منا كتير كبيرة وبنفس الوقت حبة وساعدته مثل ما قلت مزبوط. يكسر نهاره مزبوط. هلأ خبرية اللي أنت دايما عم تعاني فيها ومنها هي الزعبرة. سامي أنا رح أسكت هلأ وخبرني شو عم تزعبر لنشوف شو بدنا نعمل بهالقصة. هي الزعبرة بتبلش أنه تنعز مع عشاء. نعم أنا بأخذ البوكس معي عرفتي أنه بدك تاكل هونيك. أوكي. أنا بوصل لهونيك البوكس بحطها على جنب حدا غيري بيكلها. أوكي بتزعبري بس انتبهي الزعبرة بتكون ضمن كنترول يعني لأنه ما بسترجي. خلينا نعرف أكثر كم مرة بالجمعة صار مرقت عندك هيدي الخبرية؟ يعني أنت بتروح بتسهر بالإجمال سهرات فيها أكل كم مرة بالجمعة؟ الكول ما عم بشرب أصلاً. أوكي. كمان أوكي بس الزعبرة في شيء أربع مرات بالجمعة بالمينيمو. أربع مرات بالجمعة وهالأربع مرات العشاء أنت ما عم تاكل العشاء أبداً ولا أوقات عم تاكل وتاكل شيء كتير بسيط؟ ما حسب شو بيعجبني بالبوكس وحسب شو بيعجبني بالعشاء. أوكي بصير رجلج الكمية أنا كرمال ما أكون قطعت ال اوكي انتبهوا في سامع عم قلنا في اشياء بالبوكس ما عم تعجبه اكيد في اشياء ما هي ما بتكون المفضله ايه انا برح خبر شغلتين عن سامي سامي ما كتير مش كتير مغروم بالسلط كمان دش بس نحن كمان وقت بدنا نخفف مش دائما بده يكون ساندويتشز اما بيتزا اما اكل تقيل مبدئيا على العشاء نحن دائما الاكل بده يكون مدروس ولكن السلط هي دائما اساس اكل الرجيم وانا من الاشياء اللي وقت بعرف سامي بعرف انه انت ما كتير مغروم بالسلط بس انا اذا هدف يكون عم علمك تاكل وعلمك تكون تحافظ على وزنك اللي عم تخسره سلط هي شيء اساسي بدي خبرك بس في السلط يعني شيء مش طيب مش انه الاكل مش طيب انه السلط بس هي بالنسبه لك ما بتحب السلط أبداً. مع انه نهار تاني بحلقه تاني رح نحكي عن انواع السلط اللي نحن بنبعتها وهي سلط كتير هي طيبة. بس انا مش اصحاب مع الخضره اصلا يمكن غيرك بيطلب مني ياكل عشاء شويت بس سلد ما بحب اشياء ثانيه فطبعا هون اشياء هي بيرسونلايز بس انت وقتها قلت لي ما كثير تحب السلد انا اصريت ان اقنعك انه بليز بدنا نخليها بدون صرت حبه اكثر بس غيرت الصوص. اوكي فكمان هون بنعمل دريسنج اما صوص انت بترتاح له حتى تكون عم تاكلها. كملنا هلا الخبريه فاذا بلشنا نزعبر شو عم تزعبر شو بيكون في على الطاوله شو الاشياء اللي انت عم بس رحت على هيدا العشاء كان في دجاج مشوي وبطاطا مقلية أنا نقطة ضعف البطاطا المقلية أوكي. بس قدرت أعمل كنترول يعني أنه أكلت شقفة سفينة بلا جلدة أوكي. عشر حبات بطاطا مقلية أوكي. كمان أنه حرام لازم يكون عنده إرادة كمان هي صعبة عند كثير من الناس
سامي بتعرف شو أنا دايما بقول؟ هي قرار. القرار بخليك يكون عندك إرادة. مزبوط. يعني في قرار، في تارجت أنت حاطط هلأ تارجت قدامك 6 كيلو بدك تكون عم تعملهم. مرة تانية بدنا نحط تارجت تاني، سو بده يكون في تارجت، بده يكون في هدف نحن بدنا نوصل له. هيدا شيء بيساعدك إنه تقول لا على الأكلات. مزبوط. شغلة تانية بدي أقول لك إياها وأقول لكل اللي مشاهدين، إنه نحن ما فينا نروح على وقعة العشاء ويكون في كتير أشياء قدامنا ونحن جوعانين. أنا كنت بأكد لك لو أنت أكلت الموجود بقلب البوكس اللي انت لازم تاكله كنت اكلت كتير اقل وقتها بدك تلقمش. مزبوط. على كل حال كمان نحن متعلمين انه اذا بدنا ناكل بطاطا مقلية من قد راس بطاطا وملعقة زيت كبيرة هن العشر حبات، فكتير مزبوط انه ليش لقى واحد يكون عم يعدهم وحد العشر حبات، فهيدي كمان شغلة منيحة. في بوقت تاني كمان زعبرت شي تاني في سامي كنا عم نحكي عنه؟ كريب. اوكي كمان الكريب انطلب، ما انا عندي بينطلب دليفري كثير. اوكي فيبقى لهم اخذت شقفه صغيره. اكلت شقفه صغيره. طيب انا رح كمان كون عم سامحك باخر حلقتنا على قضيه الكريب، ما عندنا وقت نحكي عنها، ولكن نحن عم نزين حالنا ودائما الوزن اللي نحن طالبينه عم يكون اسبوع ورا اسبوع. انا بحب هنيك سامي، بقول لك برافو، فيري جود، ويل دان جوب. مشاهدينا انا وسامي رح نلتقي فيكم الاسبوع القادم نهار الاثنين الله راد، وانا بكره بشوفكم كمان، تروني.